بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام حلقه جديده متجدده بصحبتكم من برنامجكم بيتكم عامر يا رب دائما بيوتكم عامره بالطاعات والمسرات ورضا الرحمن يا رب العالمين يا الله مشاهدينا هبت رياح الجنان ودنت عطايا الرحمن وقوافل العتقاء اوشكت على الكمال أسأل الله أن لا ينقضي رمضان إلا اسمي وأسماءكم وأسماء والدينا وأهلينا وأحبابنا في صحيفة العتقاء من النار يا رب العالمين أملي أن نلتقي تحت عرش ربي سجدا بصحبة الأحبة فذاك المبتغى فهناك في الجنة شجرة ظلها مسيرة مئة عام اسال الله ان امشي تحتها برفقتكم يا من جمعتني بهم الدنيا. اسال الله المولى عز وجل ان يجمعني واياكم في اعلى جنانه امين يا رب العالمين. قولوا امين. تحيه طيبه من الله عليكم اهلا وسهلا بكم. اللهم إنا نرجو محبتك ورضاك ونعوذ بك من عذابك ومن سخطك ونرجو جنانك يا رب العالمين يا الله مشاهدينا شو في عنا موضوعات لليوم وفقراتنا رح نبلشها بالمختارات ورح نحكي لكم عدة موضوعات اخترناها لكم بالمختارات أما بعد مختاراتنا رح نلتقي مع المرشد النفسية مدربة المهارات الحياتية سنة السالم وعنوان فقرتها لليوم ولا تبخسوا الناس أشياءهم خلينا شوف شو بدها تحكي لنا بهذه طبعا الفقره الجميله فقره المهارات الحياتيه موضوعنا اليوم الحواري هو تغذوي صحي رح نتحدث عن سلوك تغذوي صحي بعد رمضان كيف نحن نكمل بعد رمضان بطريقه صحيه حتى تضلها صحتنا سليمه وتغذيتنا ماشيه بالسلوك السليم وضيفتنا ميس الريم خليل اخصائيه التغذيه العلاجيه والحميات بالمستشفى الاسلامي. ان شاء الله بعد الفقره الحواريه رح نلتقي بفقره اكثر ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا واخترنا لكم فيديوهين حلوين من الفيديوهات الكثيره التي يتداولها النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا بنهايه البرنامج رح نعلن عن اسم الفائز اللي فاز بمسابقة نورتي يا رمضان حلقة مبارح مع الزميل أحمد الرنتيسي ونذكركم بسؤال بيتكم عامر اللي رح تكون السحب عليه أو يكون سحب عليه يوم الخميس إن شاء الله مباشرة لمختاراتنا والمختارة الأولى مهمة كثير لكل شخص عم بستنى راتبه حتى فعلا يفرح أولاده وأيضا يروح يشتري مستلزمات العيد ويضبضب هالعيدية هال بالمحفظة هيك يصرفها ليرات عشان الصغار يتفرحهم يعني تغيير على موعد صرف الرواتب للموظفين ورجح مصدر حكومي صرف رواتب موظفي القطاع العام يوم الثلاثاء او بعد غد الاربعاء يعني في ناس اليوم الثلاثاء ها أبضوا وفي ناس ان شاء الله بكره على خير بعد ان كان الموعد السابق يوم الاربعاء او الخميس بدور قال الناطق الاعلامي باسم المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي انس القضاء انه سيتم يوم الثلاثاء تحويل رواتب متقاعدي الضمان لشهر نيسان للبنوك وذلك لتمكين المواطنين من تلبيه احتياجاتهم والتخفيف من اعبائهم الماليه بالتزامن طبعا مع حلول عيد الفطر السعيد يا رب الله يعني يعيدوا علينا بالصحة والسلامة وطبعا وفقا للحسابات الفلكية من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 21 نيسان أول أيام الفطر متوقع لكن لسه طبعا نحن ننتظر رؤيه الهلال والافتاء وطبعا اصدر رئيس الوزراء بشر الخصونة بلاغا يحدد عطله العيد من الجمعه وحتى مساء الاثنين 24 من الشهر الحالي، يعني العطله تبعت العيد من الجمعه للاثنين. اما مختارتنا الثانيه يعني ليست بعيده عن الرواتب فهي عن العيديه ودراسه بتقول شوفوا خلينا نركز كلياتنا بهالدراسه ما احلاها العيديه تحسن الحاله النفسيه والمزاجيه للنساء هيك قالوا هي دراسة مش من عندي ونقلت طبعا صحيفة الدستور المصرية جابوها يعملوا الدراسة هناك طبعا وأكيد بتنطبق عنا عن استشارة الطب النفسي أحمد هلال تأكيده على تأثير العيدية إيجابا على مزاج النساء وتحسين الحالة النفسية لديهن ليش العيدية لها مفعول مزاجي كبير لدى النساء فهي تعمل على تحسين الحالة النفسية وهي من العادات الحسنة حلوة فعلا بينما أنها تعمل على تخفيف التوتر والقلق بنسبة كبيرة كمان سواء للأطفال أو الكبار أيضا يعني واحد هيك جاي يعطيك عيدية أكيد راح تنبسط وتتحسن نفسيتك وأيضا تضفي العيدية شعورا عميقا للمتلقي بالحب والتقدير قد فعلا الصغار بنبسطوا لما تيجي تعطيهم العيدية بيشعروا انه في حب حتى يعني النساء كمان كما انها تستسعد الشخص الذي يعطيها كونه يرى الفرحه على وجوه احبائه سبحان الله هو العطاء يعني متبادل لما انت تقدم والسعاده متبادله لما تقدم مثلا هالعيديه وتشعر ان مثلا بناتك او زوجتك او مثلا خواتك قدمت لهم العيديه والاطفال الصغار تشعر فعلا بالفرحه فهذه الفرحة الفرحة تنعكس عليك ايجابا فعلا فهو هنا العطاء متبادل والسعادة متبادلة. طب خلينا شوي نحكي عن العيدية من وين اجت؟ هي في العصر العثماني اخذت العيدية اشكالا اخرى حيث كانت يعني كانوا يقدموا نقودا وهدايا للاطفال واستمر التقليد حتى عصرنا الحديث. بالرغم طبعا كمان من انه بعصر المماليك، إذ كان السلطان المملوكي يصرف راتبا مناسبا للعيد للاتباع من الجنود والامراء ومن يعملون معه في خلينا نقول في في قصره، او اللي بيسموهم كان اسمها الجمكيه، الجمكيه. على ما اعتقد انه اسمها الجمكية كانوا طبعا كلهم يتم صرف لهم عيديات فكانوا طبعا يعني ينبسطوا بهذه الحسنات المقدمة من السلطان في عصر المماليك وإجمالا هذه هي العيدية فأسعدوا أخواتكم أمهاتكم بناتكم أطفالكم والله المستعان ربنا بيعودكم وبيعود هالجيبة ننتقل للمختاره الثالثه وايضا ما زلنا في خضم تفاصيل العيد وخطه مرورية مشاهدينا الكرام شامله تجهيزا اخر ايام شهر رمضان وعيد الفطر السعيد. نحن منشوف انه طبعا بصير في فوضى عارمه بالشوارع خصوصا اخر ايام شهر رمضان المبارك. بسبب انه الناس بدها تطلع تتسوق تجيب مستلزمات العيد ملابس العيد بصير اكتظاظ بالشارع فوضى خانقه خصوصا في ساعات متاخره من الليل وبصير الاصطفاف بطريقه مزعجه وبسكروا على بعض كمان بنشوف كمان ملاحظه وشايف فينا من اول رمضان وقت الافطار كيف بصير في تسارع شديد بالسيارات وكاننا في سباق عم بصير في يعني انه زي كانه بدهم يروحوا يلحقوا على اخر دقيقه حبه التمر ويفطر، لا انت متى وصلت افطر. فهاي طبعا كانت الخطه من بدايه شهر رمضان وتكثفت هذه الخطه خلال الاشهر في خلال الايام الاخيره بشهر رمضان وعيد الفطر، واكد الرائد عبد المجيد زيدان من غرفه عمليات اداره السير المركزيه انه تم اعداد خطه مروريه شامله تج... شامله تجهيزا لما تبقى من ايام شهر رمضان وعيد الفطر تتناسب كل وقت وكمان بتتناسب مع الأماكن المختلفة مثل أماكن التنزهات الحدائق التجمعات التجارية من خلال متابعة الحركة المرورية أول بأول في غرفة متابعة إدارة السير ودعا زيدان من خلال برنامج في إذاعة الأمن العام أنه السائقين إلى الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق لا سيما في الفترة القليلة التي تسبق فترة الإفطار وموعد الأذان ولاحظت الإدارة وقوع حوادث كثيرة في هذه الفترة تحديد بينتج عنها اصابات بالارواح واصابات مادية كذلك، خلينا ندير بالنا، اما بعد الافطار فتشهد الشوارع الرئيسية والتجمعات حركة مرورية كثيفة، فعشان هيك لابد انه يكون هناك خطة مرورية واضحة حتى يكون في تنظيم للسيارات والمركبات والاشخاص اللي بيصطفوا في الشوارع. مختارتنا الرابعه مشاهدينا الكرام ايضا في خضم ونفس موضوعات العيد وحيث ان الاوقاف تعلن موعد واماكن مصليات العيد في المملكه وما اجملها انه فعلا لما هيك نقعد نبحث انه وين ممكن نحن نصلي العيد وين ناخذ اطفالنا يشعروا بفرحه العيد لانه فرحه العيد بدايه بتشعرها لما تصلي العيد فبتشعر بنكهه هذا العيد وهل الأوقاف طبعا وعد وأماكن مصليات العيد حددتها ونزلتها على موقعها وقالت انه صلاة عيد الفطر في المصليات والمساجد في المملكة الأردنية الهاشمية مختلفة بأماكن مختلفة، اللي بده بالضبط يشوف وين أقرب مصلى له يفوت على موقع وزارة الأوقاف، حيث أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية موعد صلاة عيد الفطر الساعة سبعة إن شاء الله هيك الكل بيقوم نشيط وبيلحق ينملوا شوي يعمل قيلولة بين صلاة الفجر وصلاة العيد، وفي ناس على فكرة ما بيناموا بيسحبوها مرة واحدة وبيروحوا على صلاة العيد من الصبح اول ايام العيد طبعا في في مصليات مختلفه زي ما حكينا لكن <applause> ذكرت الوزارة في بيان صادر عنها مساء يوم الاثنين أن مصلى العيد الرئيسي طبعا كل سنة بيكون في مصلى عيد رئيسي والمصلى العيد الرئيسي يكون في المدينة الرياضية في العاصمة عمان بوابة رقم ثلاثة اللي حابب يشهد صلاة العيد بحجم ضخم كبير يشعر بفرحة الناس ويشعر بهذا العيد ياخد أبنائه اتذكروا أنه المصلى الرئيسي في المدينة الرياضية بوابة رقم ثلاثة مشيرة إلى أنه بالإمكان الاطلاع على أماكن المصليات العامة في موقعها الإلكتروني. تقبل الله الطاعات يا رب. وننتقل مشاهدينا الكرام لاجواء القدس الشريفة والمسجد الأقصى المبارك وليلة القدر ويعني في كثير روحانيات شفناها مبارح أثناء صلاة القيام بالمسجد الأقصى يعني 280 ألف يعتكفون في ليلة القدر بالمسجد الأقصى ورح نعرض لكم صور جميلة جدا حتى تشوفوا فعلا قديش كان العدد هائل ويعني يرفع المعنويات وقديش بنشعر فعلا بقوة المؤمنين والمسلمين عند صلاة القيام خصوصا عندما يرابطون في المسجد الأقصى تشعر أنه ها هي أمة الإسلام هذه الأمة إن شاء الله التي ستنتصر بإذن الله عز وجل أكثر من ربع مليون يحيون ليلة القدر في مسجد الأقصى المبارك خلينا نتابع هذا الفيديو مع بعض القائمون الراكعون الساجدون الحميدون شهر هلات الأفراح في ليلة القدر الفلاح فاطلب من الله النجاح يجعلنا من أهلهم يا قلبي فاز الصائمون يا الله ما اجملهم وما احلاهم ويعني ان شاء الله اللهم اجعلهم يا رب جيش النصر يا رب العالمين، اللهم اذن بتحرير المسجد الاقصى، اذن بتحرير القدس يا رب العالمين، واذن بتحرير فلسطين كامله يا رب العالمين يا الله، يعني سبحان الله شفنا هذا العدد الهائل من المصلين يعني اكثر من ربع مليون يدعون الله يتوسلون اليه بالنحيب والدعاء والبكاء ان يا رب يحرر المسجد الاقصى يا رب تقبل منا ومنهم يا رب العالمين يا الله دعائنا وبكائنا يا رب رح نضل بنفس السياق وسنتابع ونشوف هيك موائد السحور للوافدين إلى المسجد الأقصى ومنعرف نحن أنه من جميع أرجاء الضفة وفلسطين يأتون في, في يوم ليلة القدر للسحور في باحات المسجد الأقصى وسنرى طبعا موائد السحور ليلة السابع والعشرين من رمضان المبارك لنتابع ما أجمل هذه الرتابة والأناقة والسحور يعني سبحان الله نشتهي أن نكون معهم رح ننتقل إلى سماء مكة وسنتابع من سماء مكة أيضا ليلة القدر وأعداد هائلة من المصلين الذين أحيوا ليلة القدر وعدد كبير ما يقارب أكثر من مليون ونصف يحيون هذه الليلة لنتابع يعني عم نشوف الصور هي صور جميله وكانها لوحه فنيه مشهد فعلا رهيب مهيب يعني الكل يصطف للصلاه للدعاء عم نشوف يعني كل كل مكه على ما يبدو انها انها تزينت بالمصلين عم نشوف الساحات الخارجيه حتى الشوارع حتى الزقاق القليله في في زقاق عم نشوف فيها مصلين هناك الكثير من الصور ايضا خلينا نتابع كمان صور وتناقل طبعا النشطاء صور كثيرة مشاهدين الكرام لسماء مكة وجماليات هذا المنظر المهيب وطبعاً رح نشوف أيضاً ملايين الأردنيين الذين يحيون ليلة 27 من رمضان ونشوف هذا الفيديو مع بعض وكيف أيضاً كانت مساجدنا وشوارعنا تعم بالمصلين <applause> عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن اللهم يا ربي تقبل منا قيامنا وصيامنا واجعلنا من عتقاء هذا الشهر الفضيل يا رب العالمين اللهم دعوناك ورجوناك أن تعتقنا يا رب وتعتق رقابنا ورقاب آبائنا يا رب العالمين بهذا الشهر وأن تجعلنا من المقبولين بإذن الله رح ننتقل مشاهدينا الكرام بعد مختاراتنا للمرشده النفسيه ومدربه المهارات الحياتيه سنة السالم وعنوان موضوعها ولا تبخسوا الناس اشياءهم خلينا نشوف شو بدها تحكي لنا في خضم هذا الموضوع قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين البديع في هذه الايه ان الامور المعنويه مشموله فيها يعني الكثير من الناس ما ببخسوا الاشياء الماديه سياره بيت اشياء ملموسه لكن هاي الايه الكريمه تشمل ايضا الامور المعنويه فبدك تحكي للذكي انت ذكي بدك تحكي للرائع انت رائع بدك تحكي للمميز انت مميز بدنا نعطي الناس حقوقها بالطريقه الصح حتى منازلها بالطريقه الصح للي عنده خبره للي عنده موهبه للي عنده وعي بمكان معين للاسف الناس حاصره تطبيق هذه الايه بعض الناس طبعا حاصره تطبيق هاي الايه بس بالامور الماديه وهذا رائع وهذا جميل مبدا هاي الايه هو نمط حياه سائد بكل حياتنا فبالتالي انت مش بس ما بدنا نبخس، انت مش بس بدنا ما بدنا ننقص الناس حقوقها، لا كمان مطلوب منا انه نعطيهم منازلهم صح، فبالتالي بدنا نستخدم بحياتنا المديح، التعزيز، الاطراء، الثناء وهاي كلها هي جزء أساسي من, من أهم المهارات الحياتية من أهم أنواع الذكاءات الذكاء العاطفي الذكاء الاجتماعي أنك أنت عن جد عم تعبر عم تحكي للحلو أنت حلو عم تحكي للمميز أنت مميز عم تحكي للي عنده موهبة للي عنده فكرة للي عنده قدرات للي عنده إبداع عم تقدر تعبر بكل أريحية وتخيلوا هاي القدره على التعبير هي بالصحه النفسيه والمهارات الحياتيه هي تقدير ذات متزن وهذا مؤشر كافي انت تعرف حالك يعني اذا انت او انت شفت حدا مميز بشيء معين وما رحت شاركت هذا المميز اعرف انه انت عندك خلل بتقديرك لذاتك اعرفي انه انت عندك خلل بتقديرك لذاتك لانه من المؤشرات الاساسيه في الصحه النفسيه لتقدير الذات المتزن انه نحن بنحكي للمميز انت مميز احنا بنحكي للرائع انت رائع والخير موجود والجمال موجود حوالينا هي المشكلة للأسف بالنظارات اللي احنا لابسينها في كتير ناس تيجي بتقولك طب يعني ايش المميز وين المميز الفكرة انت على ايش عم تتطلع انت على ايش بدك تركز ما في حدا بالدنيا الا عنده نقاط قوة زي ما عنده نقاط تطور هيك الله عز وجل خلقنا خلقنا كلياتنا عندنا نقاط قوة وعنا نقاط للتطور فبالتالي انت عينك ايش ايش عم تتطلع يعني في مقوله هيك انشهرت على منصات التواصل الاجتماعي انه خلي عينك عين نحله مش عين ذبابه فهذا قرارك انت للاسف للاسف البعض بحصر تطبيق هاي الايه بس بالامور البيعيه بالامور الشرائيه بالامور الماديه الملموسه لكن هاي الايه هي يعني نمط حياة هي مبدأ جميل وهذا المبدأ لما أنت تطبقه مع نفسك أولا ومع عائلتك ثانيا ومع كل محيطك سبحان الله إلا مع علاقاتنا تصير أجمل وتصبح علاقات أكثر سلاما وعلاقات عن جد آمنة لأنه فيها دفء لأنه الدفء كيف بده يطلع؟ بده يطلع بالحب بده يطلع بالتعزيز بده يطلع بالمديح بده يطلع حتى بالتعاطف لأنه حتى هاي الآية لما أنت ما تنقص من مشاعر الآخرين يجي حدا يحكي لك مشاعره وأنت يعني شو هالقصة شو هالحكاية اللي بتحكيها تستهين حتى بمشاعره أنت هيك عم تنتقص وما وعم تعمل للأسف عكس ما الله عز وجل طلب منا بالآية الكريمة تطبيق هاي الآية الكريمة سوف يعود عليك أنت وأنت أولاً بالخير ثم بالعلاقات من حولكم كل عام بخير ورمضان كريم أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام وصلنا لفقرتنا الحوارية في منا من أخذ صومه تصحه قاعدة واحترم جسده ولم يبالغ في تناول الحلويات والإكثار من الطعام وفي منا من شعر أنه يريد أن يعوض صيام النهار بكل ما لذّ وطاب خلال فترة العشاء والسهرة وحتى السحور، لكن هل يستطيع أن يعود للنظام الغذائي السليم ويعدل سلوكه التغذوي بعد رمضان؟ هل في نية أن نعود لنظام صحي وغذائي سليم بعد رمضان وبعد العيد بلاش بالعيد بعد العيد للحديث أكثر مشاهدينا الكرام لسلوك تغذوي صحي بعد رمضان يسعدنا أن نرحب بأخصائي التغذية العلاجية والحميات بالمستشفى الإسلامي ميسر ريم خليل أهلا وسهلا فيك أهل ضيفتنا فيك. نورتينا وشرفتينا وبيتك عامر يا رب كل عام وأنت بخير يا رب وأنت بألف خير وتقبل الله الطاعات يا رب يعني منا ومنكم جميعا إن شاء الله آمين يا رب يعني بداية هيك بدنا نفوت بموضوع شيء اسمه هيك انه تغيير السلوك التغذوي فاذا حكينا انه يعني شو المقصود انه انا اغير سلوكي التغذوي خصوصا انه بعد رمضان بعد شهر يمكن شهر كان عند كتير ناس فيه بالعامية تخبيص بالاكل يعني حلو زيت مقالي سمبوسك كل يوم مقلي قطايف معها القطر يعني صار في شيء فعلا يعني غريب على الجسم مو متعود عليه غير خلال الاشهر الثانيه هلا تغيير العادات هي مثلا تغيير سلوك الفرد نفسه يعني انه لاسلوب حياه صحيه اكثر يعني نحاول مثلا الفرد يراقب نفسه ليه كان عنده هاي العادات <applause> يحاول يسجلها ويحاول يشوف انه ايش المؤثرات اللي خلته يوصل لهاي العادات ويقلل منها حتى نقدر يعني إن يكون نظام صحي اكثر <applause> حلو يعني حبيت نقطة إنه يسجلها ممكن الواحد إذا جد واعي واعي إنه يعني بده يغير يكتب أنا مثلاً قديش كنت أتناول سعرات حرارية قديش كنت أتناول حلويات قديش كنت أتناول مثلاً مقالي أحاول أنه أشطب أشطب أشطب, أشطب. هون بتبلش إنه يغير بعض السلوكيات الموجودة كانت خلال شهر رمضان المبارك آه بالضبط طيب شو الأشياء اللي بتفعلاً بتخلينا نتحرك في ناس اللي ممكن تعود وشهر شهر كامل هو بصفي يعني طبع هذه العادات عند الانسان. شو اللي بخلينا نتحرك فعلا وننوي انه يا رانيا غيري سلوك عاداتك الغذائيه الخاطئه. هلا دائما لما بدنا نغير اي سلوك بالحياه لازم نحط هدف قدامنا. م. هلا الهدف في ناس كل حدا له هدف حيكون، فمثلا في ناس اهدافهم انه مثلا يقلل الكوليسترول عندهم. في ناس هدفهم يكون آه انه بدهم يضبطوا السكر بالدم عندهم مرضى السكري خصوصا نعم. في ناس آه هدفهم مثل الرياضيين انه يزيدوا الكتله العضليه آه في عندنا كمان آه الاطفال والمراهقين آه ممكن من التنمر بالمدارس وبال يعني باجتماعاتهم يؤدي كمان هذا الشيء الى انه آه انه يخليهم حافز انه بدهم ينحفوا مثلا او يغيروا شكل جسمهم نعم ممكن طب إذا شخص ما بيعاني يعني نفرض في أشخاص ما بتعاني لا من أمراض ولا بدها يعني عندها سكر ولا عندها شيء اللهم يعني لا هو بس غذائها اللي بتتناوله سلوكياً وتغذوياً مش صحيح ممكن يكون مؤشر لأمراض فيما بعد كيف هي كيف رح تتحرك؟ وين ندق عليهم على أي باب نقول انتبهوا إنه يعني لا لازم يكون في إشي داخلكم يحرككم هلا هم لازم يكون عندهم إرادة، وإنه بدهم يحافظوا على صحتهم، ويكون يكون عندهم وقائية، إنه حاطين هدف إنه إحنا بدنا نوقي حالنا، إنه يكون حياتنا نظام صحة, صحة أكثر، بدنا نمارس الرياضة، بدنا نكون ملتزمين أكثر بالدايت، فيحطوا هذا الإشي ببالهم، لما يحطوا هذا الإشي ببالهم فهم بيسعوا للتغيير، في كثير عادات بحبوا يغيروها، هم بيكونوا شايفينها إنه هي سلبية أو مش صحية، فبيبدوا يغيروا فيها. زي ما حكينا انه ممكن يدونوها ويكتبوها بعدين يبلشوا يغيروا بحالهم قديش مهم, مهم انه الواحد يكون واعي بذاته انه شخص عنده وعي بذاته فعلا لما بده يبلش يقدم على تغيير سلوك غذائي قديش بفيد قديش يعني فعلا هذا يكون مهم هلا الفكره بهذا الموضوع انه الواحد لما بده يحط هدف بده يحط هدف حسب قدراته حسب انه يشوف هو بيقدر يحقق هذا الهدف عشان يقدر يحققه مش يحط هدف كثير صعب عليه بعدين ما يقدر يحققه ويصاب بالاحباط <applause> لو نبدا باهداف بسيطه وتغييرات وضلها مستمره احسن ما انه نبدا بشيء كبير ويتغير لحظيا بس او بفتره معينه ويبطل فدائما لازم نشوف كل فرد يشوف قدراته انا شو بدي اغير بحالي وشو بقدر اعمل مبدئيا يعني في ناس بتلاقيهم إنه مثلاً يلا بدي أنزل بثلاث أشهر 10 كيلو آه فبتلاقي إنه قديش حط إنه تارجت كتير ضخم صعب حرم حاله من كثير شغلات او حرمت حالها مثلا من اشياء هي بتحبها وبالتالي صفة انه مش قادره تستمر عم بصير في يمكن تعب نفسي كمان وعم بيعملهم انه هذا النظام اكتئاب وبنشوف ان بس يقرروا انه يتركوا النظام الغذائي بصير في رده فعل سلبيه بانه وكانه حطموا كل السلوك اللي كانوا عم بيكتسبوه او عم بتحاول تغيره فقديش فعلا الحرمان ممكن يكون دمار مش انه تعديل سلوك مزبوط، الحرمان هو مشكلة مش أنه هو إشي لا ستايل إنه الإنسان يضل فيه ولا هو أسلوب حياة يعني بالآخر هل هي الفكرة إنه الحرمان ممكن إذا الإنسان أخذ دايت غلط اخذ سعرات حراريه كثير اقل من المحسوبيت له ما استشار اخصائي تغذيه وعمل دايت من راسه كان في عندنا مجموعه غذائيه ناقصه مثلا هذا الاشي ممكن ياثر على نزول الوزن ورح يلاقي نتيجه بس مثلا حيكون نازل مثلا عضل اكثر من دهون لانه نتيجه الدايت الغلط والحرمان وكمان ممكن كمان يصيبه نقص فيتامينات نقص معادن نقص حديد في كثير مشاكل بالمناعة ممكن تصير من أثر الحرمان لأنه الجسم بدخل بي يعني بسترس وتغير بالهرمونات بهاي الحالة نعم طيب بدي أوصل لنقطة فعلا تعديل السلوك الغذائي تعديل السلوك الغذائي عشان شخص يقعد يفكر بالموضوع انه انا فعلا واصل لمرحله انه انا بدي اغير نظام اكلي أه بديش أه أه انه يكون طعامي عشوائي مش مدروس شو لازم يعمل؟ شو في نقاط فعلا حتى يتغير هذا السلوك من سلوك خلينا نقول سيء لسلوك صحي تغذوي، كيف بدنا نبلش نعدل هذا السلوك؟ بالضبط هلا اول شيء انا بنصح كل حدا بده يغير سلوك تغذوي له يجيب زي مفكره زي ما قلنا نبدا نكتب شو بدنا ناكل الكميه الاوقات اللي عم ناكلها ونصير نلاحظ انا شو عم باكل والله عم باكل كثير دهون بهذا اليوم كثير عم باكل سكريات وابلش احط يعني زي ستارز نقط انه انا بدي اغير هدول العادات وبناء على ذلك في كمان عنا نقاط تانية لازم ياخذها بعين الاعتبار <applause> انه يكون عارف هو عنده باكي جراوند انه ما بصير انا مثلا اكل الحلويات، اكل الدهون المشبعه، احاول كمان انه ساعات النوم تكون كثير مفيد يعني انه <applause> كافية <applause> يعني <تصفيق> اه في عنا كمان مثلا يكون شرب المي اللي بيدخل بعمليات الحيويه <applause> بتكون كافي أني ما أروح أتسوّق على السوق أنا جوعان مم. هذا الإشي من العادات الخاطئة آه. بالذات اللي بيروحوا بخلال رمضان يعني بيشتروا هن صايمين فبتلاقي بيجيبوا أكثر من حاجتهم ما لذة وطاب اه ب... بياخذوا راحتهم أه. آه هلا كمان بالنسبه لانه لأ بياخذوا وجبات آه بدل ما ياخذوا وجبات رئيسيه في ناس بصيروا ينقرشوا لا ياخذ وجبه رئيسيه احسن ما يصير يبلش ياخذ شوكولاتات آه ولا ما كفايته اه وكمان يحاول ما الواحد ما ياكل وهو منفعل او معصب لانه هذا الشيء بيزيد كميه الكميه المتناوله من الاكل يعني مه. طب خلينا نحكي بنقطه انه يمكن هلا شوي ننتقل للعيد مع انه الناس بما انه عيد بيقول لك لا عيد بدكم تحرموني من الاكل بالعيد لا لكن قدر الامكان نحكي لهم شويه نصائح حتى يعني ما بعد العيد يتفاجئوا ويصير انه مثلا كان زايد برمضان 3 كيلو بيقوم بالعيد بزيد كمان 2 كيلو فبصير كثير خطير الوضع انه شو يعمل بالعيد كيف ينظم تناول طعامه مع كثره الحلويات اللي هي مرات من كثر ما ياكل معمول بتنسد شهيته وبصفي انه له جوعان وله شبعان بس انه في تخمه مزبوط هلا المرحلة الانتقالية من رمضان والعادات اللي اخذناها برمضان آه وفجأة بدنا نبلش بمرحلة الافطار والعيد بدنا نقوم نفطر من الصبح بالضبط آه. آه. الناس اغلبهم ببلشوا مش لاقيين للقهوة مش للمعمول وببلشوا ياكلوا معمول وقهوة كميات آه على الريق وهذا الشيء ما بنفضله لأنه ممكن يعمل حرقة بالمعدة وممكن يعمل تلبك آه بالأمعاء والمعدة فهذا الاشي كمان احنا نفضل دائما حتى انه عشان السعرات الحراريه نضبطها باليوم انه ما ناكل اكثر من ثلاث حبات معمول باليوم يعني مم. هاي اول يوم مثلا العيد لانه مش له فما في مشكله، بس في ناس بضلوا يعني ما بده يزيد هاي بالنسبه لزياده آه. اللي مش فارق معاه بياكل <applause> بالضبط <تصفيق> طب في ناس بيفطروا الصبح فسيخ يعني كثير سمعت ناس انه يعني من جديد انه يا رح ناكل فسيخ اول يوم ف انه الفسيخ مالح كثير فهل فعلا انه كميه الملح اللي اول يوم على الافطار على الفطور الصبح بده ياكل فيسيخ فيها ضرر ولا هي عاده صحيه؟ مزبوط هلا هلا لما الجسم بده يبدا وبهذا الوقت مو متعود ياكل صار شهر كامل مم. فهي كميه الملح ممكن تعمل احتباس سوائل بالجسم. مم. فما بنفضل احنا بنفضل دائما نبدا بوجبات خفيفه خلي الفسيخ للمساء يعني اه بالضبط <applause> يعني لو بين الوجبات او للمساء يعني افضل صراحه <applause> لانه احنا بنحب نبدا دائما بفطور مثلا صحي متوازن حتى الغداء يكون متوازن في عندنا جميع المجموعات الغذائيه يعني يكون اكثر الطبق خضار عندنا بعدين بيجي في عندنا البروتينات تكون عنا لبنه جبنه او قطعه دجاج على الغداء مثلا بنيجي للمكسرات والدهون الصحية تكون موجودة دائماً مثل زيت زيتون أو مكسرات أو أفوكادو مثلاً، في عنا الفواكه لازم يكون مثلاً عنا مثلاً يعني على كل وجبه حبه فواكه او حصه, فوق حصة فوق من معي. الفواكه طب الاشخاص اللي فعلا مقررين انه يحاولوا ينزلوا وزنهم بعد رمضان اكيد دائما التغذيه مربوط معها الرياضه، فقديش فعلا يوميا ممكن اذا الشخص بده ينزل وزنه لازم يمشي حتى يكون الحرق انه حرق ما تناوله وحرق المخزون اللي بالجسم انه يكون مناسب مزبوط، احنا دائما بننصح انه يعني ما يكون آه ماكل الناس اللي بدهم ينحفوا ما يتناولوا اكل قبل بساعتين تقريبا من الرياضه عشان يقدروا يحرقوا من المخزون ما يحرقوا الاكل اللي هلا اصلا اوريدي ماكلينه <applause> فهلا بعد بعد ما هم يلعبوا رياضه آه المفروض يعني تكون المده تقريبا من 30 دقيقه ل 45 دقيقه واذا اللي بيقدر اكثر ما في مشكله بس هاي المده اللي ممتازه لحرق الدهون يعني <applause> فلو سمع. كل يوم او خمس مرات بالاسبوع كتير منيح حلو يعني ممكن انه خمس ايام يعني بصفي انه يوم اه يوم لا تقريبا اه المهم آه يكون في عنده يعني حركه ورياضه تغير الميتابوليزم بجسمه وهلا الطقس حلو يعني خلص في فيها الناس تطلع تمشي اللي ما بيقدر يسجل بنادي اللي ما بيقدر آه ما في مكان طبعا يلعب رياضه بالبيت بقدر يعني يمشي صار الطقس آه حلو العصر يعني الصبح بكير مزبوط حتى المشي يعني هلا سلوك آه جيد مزبوط المشي يعني هلا كمان يعتبر من الرياضه اللي بتحرق الدهون فهي م. مناسبة للناس اللي ما بيقدروا يسجلوا بالجيم او ما عندهم وقت كتير يعني لو نص ساعه باليوم ل 45 دقيقه تمشى ما في مشكله يعني يعني أنا بدي أشكرك على هذه النصائح التغذوية والصحية وإنه إن شاء الله يعني ندعو الجميع مشاهدينا الكرام إنه يدون أو حتى إذا ما بده يدون يلاحظ إنه شو الكميات الكبيرة اللي كان كلها خلال شهر رمضان المبارك يقللها يقنن منها حتى فعلا لا نتعرض للأمراض فيما بعد إن كانت سكري ضغط وغيره ويعني أقلها هو زيادة الوزن للأسف الشديد اللي هو سبب كل داء بدي اشكرك ضيفتنا ميس الريم خليل وانت اخصائيه التغذيه العلاجيه والحميات بمستشفى الاسلامي نورتينا وشرفتينا يعطيك الف عافيه. بشكرك على الاستضافه وانتم بخير يا رب. الله يكرمك يا رب. مشاهدينا الكرام رح ننتقل بعد فاصل قصير لفقره اكثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خليكم معنا لا تروحوا بعيد. مشاهدينا الكرام وصلنا لفقرة أكثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورح نشوف صورة هو هيك بوست طبعا لفتة طبية من دكتورة في كلية الأعمال لطلبتها شو حكت هاي الدكتورة الله يرضى عليها بتقول طلابي بكرة ما بدي أعطي مادة جديدة ولا بدي أخذ حضور وغياب مشان تقيموا الليل براحتكم بكرة موجودة للي عنده سؤال أو حابب يحكي معي بأي شيء بخص المادة ما أحلاها وما ألطفها ويعني كمان كمان انه يعني سبحان الله اذا بنتذكر حديث الرسول عليه الصلاه والسلام حرم على النار كل هين ولين فأديش فعلا تركت طلابها يقيموا الليل وما يداموا ممكن ثاني يوم يرتاحوا اللي بده يجي اللي ما بده يجي فطبعا تركت لهم الوقت مفتوح والمحاضره مفتوحه جميل هذا السلوك الخلقي الحسن وقديش في إحسان نرى أن الإحسان بطبعها هذه الدكتورة الله يرضى عليها يا ربي وأكيد طلابها بحبوها. خلينا نشوف بعض التعليقات. أمام محمد بتقول لمثل هؤلاء ترفع القبعات كل الإحترام والتقدير لشخصك الكريم دكتورة وأكثر الله من أمثالك وأعانكم الله على الطاعات على طاعة الله. آمين ما شاء الله عليها فعلا يا أم محمد سكينة بتقول أمثالكم تستحق لقب الدكتور فيها فيها رأفة وحنية جنة الريان بتقول محترمة إن شاء الله لها أجر من قيام الليلة بسبب التسهيل على الطلاب شوفوا هي كمان هي رح تكون موجودة بالمحاضرة مش إنه رح تغيب لا قالت اللي بحب يجي يسألني تمام عبد الله بيقول جزاك أو جزاك الله كل خير وبارك فيك وأكثر, وأكثر من أمثالك وسدد خطاك على الطريق على طريق الخير يا رب العالمين هاي كانت بعض التعليقات والله يجزيها الخير وننتقل لفيديو رح نشوف طفل ما شاء الله عمره اربع سنين بس اربع سنوات هذا الطفل وبلغه فصيحه طفل يتم حفظ الاربعون المنيره ما شاء الله يعني الله يجزيه خير والده واهله على هذه التربيه الصالحه خلينا نتابع مع بعض اليوم بعون الله تعالى سيتم اختبار الغلام اليافع باذن الله تبارك وتعالى المعتصم بالله الذي قد اتم ولله الحمد والمنه حفظ كتاب الاربعون المنيره من احاديث الصحيحين القصيره وهو اصغر مشترك قد اتم حفظ هذا الكتاب ولله الحمد وحيث ان عمره نسال الله عز وجل ان يحفظه وان يحفظ والديه قد بلغ اربع سنوات باب من اثم من كذب على رسول الله الله صلى الله عليه وسلم قال نعم عن قال انس قال انس بن مالك انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد من تعمد عليه كذبا فليتبوأ مقعده من النار آية الإيمان آية الإيماني حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار حجبت النار حجبت النار الشهوات وحجبت الجنة بالمكاره اللهم ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وقنا عذاب النار الظلم أظلم الظلمات يوم القيامة لا ترجعوا بعدي لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا ينظر الله لا ينظر الله إلى من جرسه ثوبه خيلاء ما شاء الله تبارك الرحمن أسأل الله عز وجل أن ينفع يعني ما شاء الله المعتصم بالله فخر الدين وإن شاء الله يكون فخر لهذا الدين وشفنا كيف طريقة الـ الـ الاختبار سريعة وما شاء الله عليه حافظ ومتمكن ويعني الله يرضى عليه وعلى والديه ياسر بيقول ما شاء الله الله يحفظه ويحفظ اهله شوف رساله اخرى رشا بتقول الله يحفظه وينفع فيه الاسلام والمسلمين ونعمه التربية ما شاء الله وتعليق اخر من بسمه اللهم بيئه صالحه طيبه لكل بيوت المسلمين يا رب يا رب، والله هذا هو الغرس الصالح وهذه البذور الصالحه التي نغرسها بايدينا فان شاء الله يعني تصبح ثمارا وشجا واشجارا في بساتين الدين الاسلامي وتبقى تنبت الخير ان شاء الله. رح ننتقل الآن مشاهدينا الكرام لمسابقة نورت يا رمضان مع الزميل أحمد الرنتيسي وسؤال الذهب والفائز بسؤال الذهب الذي سيربح معنا خاتم ذهب مقدم من مجوهرات ديار مكة، خلينا نشوف السؤال وصلنا معكم أعزائي المشاهدين لفقرتنا الرابعة من فقرات برنامجكم نورت يا رمضان لسؤال الذهب وسؤال الذهب مثل ما تعودتوا عن مكان أو معلم موجود في هالعالم المكان او المعلم اذا حزرتوه تدخلوا على صفحه قناه اليرموك الفضائيه على الفيسبوك تعملوا لايك للصفحه وبتحزروا هذا المكان وبتدخلوا من خلال التعليقات لتجاوبوا الاجابه الصحيحه لفرصه لكسب خاتم ذهب مقدم من مجوهرات ديار مكه اذا المعلم او المكان موجود في احد انحاء العالم ظهر امامكم الان على شاشه قناه اليرموك الفضائيه ادخلوا على صفحه قناه اليرموك الفضائيه على الفيسبوك وهذا هو المعلم يعني شفنا ما شاء الله اكيد جاوبتوا هو يعني مقام ومسجد الصحابي أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه مسجد والمقام مقام الصحابي أبو عبيدة عامر بن الجراح أبو عبيدة عامر بن الجراح ونشوف هلا السحب عبر دولاب السحب يلا مين اللي فاز معنا أسعد النمر أسعد نمر ألف مبروك يا أسعد خاتم الذهب مبروك عليك ومقدم من مجوهرات ديار مكة طبعاً مجوهرات ديار مكة أبناء عدنان أبو خاص العنوان الحقيقي للثقة فروعه طبربور تلاع العلي والصويفية ألف مبروك رح ننتقل لسؤال بيتكم عامر والسؤال بيكون كل يوم أحد السؤال هو على من يطلق المصدود؟ بتمنى تجاوبوا على صفحة بيتكم عامر تحت البوست المدرج للسؤال مش على أي بوست تاني على البوست المدرج على السؤال تعملوا شير لأي بوست بالصفحة وإن شاء الله الإجابة رح تكون يومة الخميس وإعلان الفائز الخميس اللي بيفوز معنا بيفوز بعمرة إن شاء الله مقدمة من مدارس وأكاديمية راف ريادة إبداع وفضيلة وتسبيح للسياحة والسفر والحج والعمرة تسبيح اكيد خيارك المريح ابصر يعني هالعمره رح تكون من حظ ان شاء الله ليوم الخميس بنعرف مشاهدينا الكرام لهم بيكون انتهى مشوارنا ببيتكم عامر بتمنى يا ربي دائما بيوتكم عامره بالطاعات والمسرات ورضا الرحمن وتقبل الله الطاعات وان شاء الله صياما مقبولا وافطارا شهيا اترككم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله الى اللقاء